البيان الختامي لأستنا 18 يدعو إلى تطبيع الوضع في إدلب، وموسكو تحاول إقناع أنقرة بإلغاء عملياتها العسكرية في الشمال السوري. التحالف الدولي يعتقل أمير الرقة لدى تنظيم الدولة في ريف حلب، وناشطون ينتقدون الوضع الأمني في المنطقة. رغم الرفض الروسي، منظمة أممية تطالب مجلس الأمن بتمديد تفويض المساعدات في سوريا. نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم، أهلا بكم. أكدت الدول الضامنة لمسار أستانا تركيا، روسيا وإيران على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، واتفقوا على 18 نقطة أخرى في الجولة 18 للاجتماعات بصيغة أستانا. التقرير والتفاصيل. كما هو متوقع، لا جديد، بنود مكررة عن البيانات السابقة التي خرجت بها اجتماعات أستانا 18 جميعها دون تنفيذ أو تحقيق أي منها بعد أن اختتمت الجولة الأخيرة من المسار في العاصمة الكازاخية نورسلطان. المجتمعون اتفقوا على 19 نقطة بحسب بيان وزارة الخارجية الكازاخية، أبرزها التجديد على ضمان التطبيع المستدام للوضع في منطقة إدلب وحولها، بما في ذلك الوضع الإنساني ودعمه وتحسينه والتقدم في عملية التسوية السياسية وزيادة المساعدة في الداخل السوري من خلال تنفيذ مشاريع الإنعاش واستعادة البنية التحتية الأساسية. الدول الضامنة للمسار أكدت على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، معربين عن عزمهم على مواصلة العمل معا لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله والوقوف ضد الأجندات الانفصالية وتهديد الأمن القومي للبلدان المجاورة، إضافة إلى القضاء نهائيا على تنظيم الدولة وجبهة النصرة بحسب البيان. في وقت سبق فيه المتحدث باسم الكرملين انعقاد الجولة الأخيرة من مباحثات أستانا بالتأكيد على أن العملية العسكرية التركية في سوريا لن تساعد على تحقيق الاستقرار، مؤكدا خلال المشاركة بالجولة 18 أن بلاده لن تغض الطرف عن العملية العسكرية التركية شمال سوريا مقابل موقف أنقرة من انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي. محاولات من موسكو لثني أنقرة عن القيام بالعملية العسكرية وإقناعها بحسب المبعوث الروسي بحل الأمر عبر الوسائل السلمية دون اللجوء إلى العنف، لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع وفق وكالة تاس الروسية. الاجتماعات بصيغة أستانا لم تنتهي بعد أن اتفقت الدول الضامنة على عقد الاجتماع 19 حول سوريا في نور سلطان في النصف الثاني من عام 2022 وتنظيم اجتماع وزاري آخر بصيغة أستانا. وحول الموضوع ينضم إلينا من اسطنبول المحلل السياسي السيد ياسر بدوي. أهلا بك سيد ياسر، ما تعليقك على البيان الختامي لأعمال الجولة 18 من مسار أستانا؟ هل هذا هو المأمول من أستانا؟ أولا تحية لكم وللمشاهدين الكرام. الحقيقة في البداية لم يكن أسار مسار أستانا هو المأمول للسوريين، هو حالة اضطرارية تعاملت معها المعارضة والثورة والقوى الموجودة والفاعلة على الأرض مثلما يعني يحدث في إدلب. الآن أنا لا جديد، لا، هناك جديد كان في مسار أستانا، هذا الجديد في بعضه سلبي وفي بعضه الآخر إيجابي. الإيجابي أنها استطاعت الحفاظ على هذه المنطقة الشمالية إلى حد معين نسبيا دون حرب، لنقل حرب، ودون عنف هذا النظام الوحشي، واقتصر الموضوع على بعض الغارات التي يدعون أنها ضد تنظيمات إرهابية. الشيء السلبي الأخطر في هذا الموضوع وهو ما كرره لافرنتيف في الاجتماع الأخير، وهو قضية الالتفاف على المسار الحقيقي للحل السياسي وللحل في سوريا، وهو مسار جنيف الذي المعبر عنه دوليا. هذا المسار الذي أتى تطورا طبيعيا لمبادرة المعارضة منذ بداية الثورة، والذي تم التعبير عنه
بنقاط كوفي عنان ثم بيان جنيف واحد ثم اجتماعات جنيف الثانية التي هي لنقل تحدثت ضمن توافقات دولية والتي تؤدي إلى حل في سوريا على الرغم من عيوبه. أتى مسار أستانا للالتفاف على هذا المسار الدولي الذي حقيقة يمكن أن يؤدي إلى حل في سوريا. طيب سيد ياسر، كيف تقرأ الموقف التركي في أستانا إذا عمليته التركية المرتقبة في الشمال السوري والرفض الروسي لها؟ نعم، قبل ذلك فقط اسمحي لي أن أوضح فكرة لافرنتيف، وهو يعني يدعو لوئد اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف. على العموم على الرغم يعني عطالة اللجنة الدستورية، ولكن هذا أيضا خطاب تصعيدي اتجاه الولايات المتحدة واتجاه الغرب واتجاه الأطراف التي تدعم الثورة السورية في هذا الشأن، ويريدون نزعه حتى من جنيف واعتبروه نوع من الهدية من اجتماع أستانا. الآن العملية التركية يعني حقيقة هي لا يمكن أن تتم أو لا تتم، أن تحدث أو لا تحدث من خلال مسار أستانا. العملية التركية في الشمال السوري هي لها أخبر واحد يتعلق بالموقف الروسي والموقف الأمريكي، وبالتالي عندما يتم التفاهم التركي مع هاتين الدولتين العظميين في هذا الشأن بمعنى من المعاني الاستفادة من الظرف الراهن والحرب الأوكرانية والتسعير الصراع ما بين الغرب وما بين روسيا، يمكن لهذه العملية أن تستمر. وهذه العملية التركية التي تريدها تركيا، وهي تراها أيضا من ضمن المنظار الانتخابي الذي المتوقع أو متوقع الذي سيقوم بعد عام من هذا التاريخ، هي بكل تأكيد ستقوم بعملية تنفيس الاحتقان الداخلي التركي اتجاه اللاجئين. ولكن هذا الموضوع مرتبط، ربما يكون هناك بعض التفاصيل التي سيتم الحديث عنها، ولكنه مرتبط بشكل أساسي بالتفاهم التركي مع الولايات المتحدة ومع روسيا. فالموقف الإيراني وموقف النظام واضح من هذه العملية التركية. بالتأكيد إيران لن تكون راضية أبدا عن شريكها في أستانا أن يقوم بهذه العملية، وبالتالي سيكون المزيد من النفوذ وسيكون إضعاف للموقف أو للوجود الإيراني الاحتلالي الإيراني، وسيتناغم مع الولايات المتحدة أيضا التي وإسرائيل والقوى الأخرى التي تضرب في القوات الإيرانية داخل سوريا. المحلل السياسي السيد ياسر بدوي، كنت معنا من اسطنبول، شكرا لك. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل تنسق سرا مع الولايات المتحدة بشأن العديد من الضربات الجوية التي تنفذها في سوريا. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن القصف الإسرائيلي كان يهدف لوقف تدفق الأسلحة المتطورة من طهران إلى حزب الله وتقليص القوات العسكرية الإيرانية ووكلائها في سوريا. وأضاف مسؤولون أنه جرى مراجعة العديد من المهام الإسرائيلية لسنوات والحصول على موافقة مسبقة من قبل كبار المسؤولين في القيادة المركزية الأمريكية للغالبية العظمى من تلك الضربات دون أن يساعد الجيش الأمريكي الإسرائيليين في تحديد أهدافهم. تعرضت القاعدة العسكرية التابعة لقوات التحالف الدولي في منطقة التنف شرق حمص لهجوم بطيران مجهول يوم الأربعاء الفائت. وذكرت شبكة بي بي سي البريطانية نقلا عن مسؤول عسكري أن الهجوم يعود لطيران روسي واستهدفت من خلاله مواقع تتبع لجيش مغاوير الثورة المدعومة أمريكيا في التنف، مضيفة أن الجيش الروسي نبه التحالف الذي تقوده واشنطن من غارات جوية ستنفذ على أهداف محددة ردا على قيام مقاتلي مغاوير الثورة بزرع قنبلة في أحد الطرقات تسببت بوقوع جرحى وقتلى بين صفوف العسكريين الروس. كشفت صحيفة واشنطن بوست اسم الشخص المستهدف من عملية الإنزال الجوي التي نفذها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية شرق حلب بعد منتصف الليل، فيما وجهت انتقادات لفصائل المنطقة والجهات الأمنية فيها بسبب ما وصف بتكرار الخروقات الأمنية. التقرير والتفاصيل. إنزال جوي للتحالف الدولي في ريف حلب الخاضع لسيطرة فصائل الجيش الوطني والواقع ضمن النفوذ التركي.
بدأ الإنزال بشكل مفاجئ. 5 مروحيات أو أكثر تحمل جنودا حاصروا منزلا في قرية الإحمير بريف جرابلس. ساد الغموض لحظات الإنزال التي ترافقت بأصوات اشتباكات تبدي مقاومة الجهات المستهدفة. تبين لاحقا أن الشخص المستهدف هو هاني أحمد الكردي، الذي يعرف أيضا باسم والي الرقة لدى تنظيم الدولة وفق صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. بيان التحالف الدولي قال إن الكردي هو صانع قنابل من ذوي الخبرة وأحد كبار قادة التنظيم. تنتهي العملية إلى هنا لتضاف إلى عمليات سابقة نفذها التحالف في الشمال المحرر استهدفت جميعها قادة في تنظيم الدولة. الجيش الوطني بدا غير مطلع على العملية التي جرت في مناطقه بحسب تصريحات أحد قياديه لرويترز، الذي وصف الوضع بالغامض في المنطقة قبل صدور بيان التحالف. مناطق تشهد تفجيرات وعمليات اغتيال بشكل مستمر تطال قادة فيه وتودي بأرواح مدنيين، وهو ما اعتبر فشلا أمنيا يفسح المجال أمام مزيد من عمليات القتل والتفجير. أما تركيا ذات النفوذ في المنطقة فلا أحد يدري إن كانت العملية الأمريكية بتنسيق معها أم أنها مستهدفة منها في ظل عزمها على بدء تدخل عسكري ضد قسد. وبالانطلاق من كل هذه المعطيات يبقى الاستقرار الأمني في المناطق المحررة ربما أمرا غير مرحب به من جهات قد تكون غير متفقة مع سلطة المنطقة أو مشاريع الدول المنسقة معها أو حتى الواقعة تحت نفوذها. بهدف مجابهة خطاب العنصرية تجاه السوريين والذي صدر من شخصيات عديدة، أقامت جمعية نسوة للناجيات نشاطا ترفيهيا استهدفت خلاله العديد من الأيتام الأتراك بالإضافة لعدد من الأطفال السوريين، سعت من خلاله إلى تعزيز الاندماج بين الطرفين علها تتمكن من إظهار الوجه الحقيقي لطبيعة الشعبين من خلال أطفالهم. يلعبون معا بكل حب دون أن تعكر صفو حياتهم خطابات سياسية أو أفكار عنصرية. أكثر من 150 طفلة وطفل من أعمار مختلفة جمعتهم إحدى الجمعيات العاملة في مدينة إسطنبول لتثبت للعالم أن فطرة الشعبين تدفعهم لأن يكونوا معا إن لم تفرق بينهم خطابات عنصرية. نحن اخترنا الأطفال الأتراك الأيتام مع أطفال الناجيات والأيتام كمان بهذا الفعالية ليكون في العفوية بروح الطفولة اللي ما بتميز فيهم لا عنصرية ولا أحزاب سياسية ولا أي شيء. حملت الفعالية التي أقيمت على أرض مدينة الألعاب لونا بارك شعار معا دوما، وتضمنت العديد من النشاطات التي هدفت بمجملها لتعزيز وتقوية الروابط بين الأطفال وأيضا بين ذويهم من كلا الشعبين السوري والتركي. كثير كان مشوار حلو، أجت معي رفيقتي، كانت الرفقات مسجلين فيها أجوا معي اليوم، كثير انبسطت، كانت كثير المشوار حلو، وجينا حديقة الملاهي نحن والأتراك، كثير انبسطنا، ما في شي بيناتنا أبدا، حسيناهم كلهم سوريين لو ما حكوا عرفناهم أتراك. لعل ما نشاهده في هذا المكان يعتبر دليلا كافيا على أن الفطرة السليمة لهؤلاء الأطفال تدفعهم لأن يكونوا معا دون أن يعرف أحدهم الآخر من أي بلد كان. بعيدا عن السياسة والسياسيين والعنصرية والعنصريين، نجد هنا في هذا المكان ثلة من الأتراك والسوريين الذين يجتمعون على فطرتهم التي لا تميز بين إنسان وآخر. حسين الزيدي، حلب اليوم، من مدينة إسطنبول. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بمناسبة انتهاء العام الدراسي، حفل تكريم للطلاب المتفوقين في إحدى مدارس إعزاز شمال حلب. صعبني الفرق علي، بشتاق لك
مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. طالبت 5 منظمات تابعة للأمم المتحدة في بيان، طالبت مجلس الأمن الدولي بتمديد آلية المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا. وذكر البيان أن تفويض دخول المساعدات الإنسانية عبر تركيا سينتهي في أقل من شهر، وهو حاسم لحياة أكثر من 4 ملايين شخص محاصرين شمال غرب سوريا ويعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة. وحذرت المنظمة الأممية من عواقب إنسانية وخيمة في حال عدم تجديد التفويض وتعطيل عملية المساعدة المنقذة للحياة. وفي السياق، طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان باستمرار دخول المساعدات عبر معبر باب الهوى في حال استخدام الفيتو الروسي لإيقافها، مشيرة إلى أن ملايين السوريين في شمال غرب سوريا بحاجة ماسة إلى المساعدات الأممية العابرة للحدود. وحول الموضوع تنضم إلينا السيدة سمية الحداد، مديرة قسم التقارير وقسم التواصل والنشر في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تنضم إلينا من اسطنبول. أهلا بك. ما انعكاسات إغلاق معبر باب الهوى على النازحين والمهجرين في شمال غرب سوريا؟ مساء الخير. بما وضع النازحين في شمال غرب سوريا، كمان نعلم جميعا وفق إحصائيات من جهات أممية أن شمال غرب سوريا يؤوي قرابة 4 مليون نازح، 2.4 منهم أو 2.4 مليون منهم هم يعتمدون على المساعدات الإنسانية بشكل كبير. الواقع الإنساني في منطقة شمال غرب سوريا، وخاصة في ظل التدهور الاقتصادي وشح فرص العمل، زاد اعتماد النازحين الموجودين في تلك المنطقة على المساعدات الإنسانية. وكما نعلم أن حتى حجم المساعدات التي حاليا تدخل هي لا تفي ضمن الحاجة، حتى أن برنامج الغذاء العالمي قام خلال السنة الواحدة بخفض الحصص الغذائية المخصصة لكل عائلة، مما أثر طبعا بشكل سلبي عليهم. ولدى مناقشة ما تم إدخاله حتى من عبر خطوط التماس بناء على القرار 2585، نجد أن كمية المواد التي تم إدخالها ما هي إلى كمية شحيحة جدا، لم تتجاوز 71 حافلة، بينما ما يتم إدخاله عبر معبر باب الهوى الحدودي وفق آخر تصريح كان لمبقى المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية، أنه في شهر الماضي أيار الماضي دخل 1037 شاحنة. وبالتالي الكميات التي سيتم إدخالها عبر خطوط التماس هي لن تكون كافية أبداً للسكان النازحين. وكما نعلم جميعاً أصلاً أن النظام السوري هو من يقوم بنهب هذه المساعدات، ولنا فيما حصل في شمال شرق سوريا مثال واضح على ذلك. فبعد إغلاق معبر اليعروبية يعاني القاطنون في تلك المنطقة من ضيق شديد، وخاصة أنهم باتوا يعتمدون بشكل أساسي وفقط على ما يتم وصوله إليهم من دمشق. السيدة سمية الحداد، مديرة قسم التقارير وقسم التواصل والنشر في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كنت معنا من اسطنبول، شكرا لك. دعت الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في حادث مقتل عامل إغاثة سوري جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته وهو في طريقه إلى العمل في مدينة البابري في حلب. وأعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن حزنه الشديد، مشيرا إلى أن هذه المأساة تذكير صارخ باستمرار الأعمال العدائية في سوريا والتي تودي بحياة المدنيين وعمال الإغاثة. نظمت المنظمات الإنسانية في مدينة الباب شرق حلب وقفة احتجاجية أمام مبنى منظمة هيئة الإغاثة الإنسانية في المدينة، وذلك تنديدا باغتيال مدير مكتب هيئة الإغاثة الإنسانية في الباب عامر 2000 بعبوة ناسفة أمام منزله، مطالبين المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها تجاه حماية الكوادر الإنسانية وتحييدهم عن الصراعات في المنطقة. نحن اليوم كمنظمات مجتمع محلي قمنا بوقفة تضامنية مع زملائنا من باقي المنظمات. الهدف من هذه الوقفة استنكار ما قامت يده يد الغدر باستهداف مدير مكتب الاي واي دي بالباب. هذا الاستهداف هدفه ايصال رسالة انه نحن لازم نوقف شباب العمل الانساني او يردعوا عن متابعة هذا العمل، ولكن صراحة ان شاء الله تعالى نتيجة العهد المتعهدين معه مع الأستاذ عامر ومع الجميع، ورح نكمل هذا المشوار.
نحن ما راح نوقف عند أي استهداف أو أي تهديد، راح نكمل المشوار لأنه هدفنا نوصل إيصال الخدمات لأهلنا المحتاجين. هذا الاستهداف للعمل الإنساني ما راح يخلينا أبدا نتوقف أو نتوانى أو نتراجع للوراء، بالعكس نحن راح نتقدم ونزيد من فعاليتنا ونشاطنا بالعمل الإنساني، وهي الرسالة اللي وصلتنا كاستهداف العمل الإنساني، نحن ماضين وباقين على العهد. في الحقيقة أتينا هنا لكي نوجه رسالة للمجتمع العالمي والمجتمع المحلي أيضا، السلطات المحلية القائمة هنا بضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني. الآن هناك حملات تحريض وكراهية موجهة ومنظمة يستهدفها، يقوم بها أعداء هذه المنطقة، تحرض تجاه العاملين في مجال العمل الإنساني المدني. في الحقيقة أول وأكبر من يتحمل مسؤولية حمايتهم هم السلطات المحلية القائمة، وهذا الاستهداف هو جزء من استهدافات كثيرة استهدفت نخب المجتمع السوري، هي نتيجة لحالة الانفلات الأمني التي يعيشها الشمال المحرر. بمناسبة انتهاء العام الدراسي، نظمت مدرسة عمر بن الخطاب بدعم المكتب التربوي في عزاز شمال حلب حفلة تكريم لطلاب المتفوقين، تخلله عدد من الأنشطة وتوزيع الهدايا بحضور أولياء الأمور والمعلمين وفعاليات مدنية. التقرير والتفاصيل. بعد شهور من الدوام والتعب في المدارس، انتهى العام الدراسي في الشمال السوري، وبهذه المناسبة نظمت مدرسة عمر بن الخطاب في مدينة عزاز حفلة تكريم لطلابها المتفوقين بحضور أولياء التلاميذ والمعلمين. في هذا اليوم تم اللقاء بين التلاميذ وبين معلميهم ومعلماتهم، قمنا بتكريم عدد من التلاميذ المتفوقين الذي بلغ عدد التلاميذ المتفوقين ما بين تلميذة وتلميذة بحدود 250 طالب وطالبة متفوقين، بالإضافة قمنا بتكريم تقريبا بحدود 25 طالب وطالبة أتموا وأتقنوا حفظ جزء عما من القرآن الكريم. طلابنا الأعزاء المزيد من التفوق والنجاح، ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن يعيد لنا السنوات الدراسة في شكل جيد وأفضل. في ظل التسيب الكبير من المدارس في المناطق المحررة وضعف التعليم عموما بسبب الحرب والظروف الاقتصادية، تأتي هذه الأنشطة الترفيهية والتحفيزية في محاولة لدعم الجهود الرامية لاستقطاب وجذب الأطفال وتشجيع العائلات لإرسال أبنائهم إلى المدارس. حاجة علي اليوم تكرمنا بجزء عمري وأنا مبسوطة كثير، حفظت على الغايب واليوم كرموني بمدرسة عمر بن الخطاب. تكرمت بالصف الثالث ونجحت على الصف الرابع، وهي كان عندي رفقات كتير حلوين وأنستي حسناء كتير حبيتها وحبابة، وكيفت كتير بهاي المدرسة وكانت كتير حلوة ومسلية، وبدي أرجع أدرس فيها هون وإن شاء الله كمان ننجح على الصف وننجح كمان الصف الرابع، وحبيتها كتير وكانت كتير حلوة واستمتعت فيها، وكانت رفقاتي غالين كتير وأنا كتير حبيتهم، هاي أحلى مدرسة فزت فيها. وصلنا إلى نهاية النشرة، لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. إلى اللقاء.